خليني اقول لكم، كشف تقرير استخباراتي نشره معهد جلوبال ريسيرش، الجيش الامريكي نشر قوات ومعدات عسكريه على الحدود السوريه الاردنيه. في جلسه دلوقتي حالا واحنا قاعدين، جلسه مجلس الامن الدولي، بيتحدثوا على في دول بتقدم بتقول عايزين نعمل تحقيق فيما جرى في خان شيخون. نروح شويه من ليبيا على سوريا. هو ايه اللي حصل في خان شيخون؟ في تفجير حصل موت ناس ابرياء 90 واحد و 80 واحد بشكل يعني شكل يتنافى مع الانسانيه. بسرعه قال لك ده النظام السوري بشار الاسد ضرب باسلحه كيماويه. طيب احنا عارفين من 2013 مفيش عند بشار الاسد اسلحه كيماويه، كل الاسلحه الكيماويه تم التخلص منها تحت اشراف دولي، ما عدا ثلاث مناطق منهم ادلب تحت اشراف مين؟ جبهه النصره، محمد علوش. محمد علوش افتكروا هذا الاسم بالمناسبه. محمد علوش بيجهزوه. محمد علوش ده قائد في جبهه النصره. محمد علوش ده تربيه القاعده. محمد علوش بيتم تجهيزه وتصنيعه ليكون بديل لبشار الاسد. محمد علوش ده عباره عن اسامه بن لادن جديد، لكنه موجود وبيقعد على مائده المفاوضات في اسطنبول، وعلى مائده المفاوضات في قطر، وبيقعد في رؤب في كل مكان محمد علوش. جبهه النصره هي اللي بتسيطر على ادلب. طيب فجاه حصل انفجار، بسرعه قال لك ده بشار اللي ضرب، فبالتالي نعاقب بشار، وامريكا ضربت الضربه اللي انتم عارفينها اللي احنا اتكلمنا وقلنا كانت ليه. هرجع معاكم لايام باراك اوباما واردوغان، وكان ده موجود ومسجل. باراك اوباما قالوا له عايزينك تضرب بشار، عايزين نخلص من بشار، تركيا وقطر. قال لهم ادوني فرصه، ادوني ادوات، وفروا لي الجو. قالوا الجو اللي انت عايزه، الخط احمر هو الاسلحه الكيماويه، اذا ضرب بشار بالسلاح الكيماوي هخش امريكا تخش تضربه. اردوغان معها كان مدير مخابراته، قالوا ايه؟ قالوا احنا هنوفر لامريكا هذا الجو بطريقتنا، يبقى احنا من تركيا بالمخابرات التركيه هننقل سلاح كيماوي موجود ومتخزن في مخازننا في ليبيا اللي قطر دفع ثمنه، ينتقل الى الاراضي السوريه تحت اشراف محمد علوش الراجل بتاعنا، ويتم تفجير هذا الكيماوي، ندي ذريعه للاداره الامريكيه اتفضلي الجو والبيئه ملائمة للقيام بضربات جوية ضد سوريا. تاني لما روسيا قالت نعمل تحقيق دولي محايد، أمريكا قالت لا. نعمل تحقيق قبل الضرب، قالوا لا، نضرب الأول. ضرب الأول وجاي دلوقتي في مجلس الأمن بيعمل تحقيق، وعايز يعمل تحقيق دولي فيما جرى. روسيا والولايات المتحدة الأمريكية امبارح في إيطاليا كان فيه مجموعة الثمانية اللي هي اتشال منها روسيا بقت مجموعة السبعة، بيتفقوا كلهم على روسيا. الراجل المجنون شكله موتور وزير خارجية بريطانيا، قال احنا لازم نفرض عقوبات على روسيا ونقول لها يا اما احنا يا اما بشار الاسد. كل الدول الاوروبية تراجعت، قالت ايه يا عم عقوبات على روسيا؟ ده المانيا لو روسيا قفلت المحرز بتاع الغاز المانيا هتطفي الصبح. العلاقات مصالح. روسيا بتتحرك وعارفة بتعمل ايه. بالتالي وزير الخارجيه الامريكي تيلرسون راح روسيا النهارده، قاعد بيتكلم بيقول لهم احنا موقفنا في سوريا ثابت، القضاء على بشار ليس من اولوياتنا، القضاء على داعش اولوياتنا. هو احنا هنفتح الباب ولا نقفل الباب؟ هو احنا نصدق مين؟